السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا يعني الاغلبيه منكم اكيد شافوا الفيديوهات مال الحاضنات الافراخ، الطابق والطابقين وثلاث طوابق. يوم عندنا هذه حاضنه طابق واحد بيها ميزه جديده، بما انه الصيف جاي فاضفنا لها تعديل بسيط. بشكل سريع، الحاضنه طبعا تجي متكامله، عندك سويتش اناره، سويتش هيتر مال الاشعه الحمراء، سويتش للمروحه. هذه المروحه تشتغل على سويتش، هذا البلاك مال الكهرباء بهالشكل. هذا اللي ما شايفه طبعا بشكل سريع، هذا هيتر الأشعة ينشد هنا، تجي وياها سقايات اثنين، تجي وياها علافات اثنين مال الأفراخ، تجي وياها سقاية تركية. هذه الحافظة مال مي مال سقاية تركية طبعا. وهذا الهيتر هو ثرموستات، هو متكامل يربط هنا. بالنسبة للجرارة مال الفضلات، جرارة سلايد بهذا الشكل. زين، هاي كلها قلت لكم موجودة ومرة عليكم، بالإضافة للإنارة وتفاصيلها الكاملة. الجديد، بما أن احنا جاينا صيف شباب، صارت عندنا هذه الباب الإضافية. مجرد هذه الباب تفتحها، صار عندك؟ صار عندك مشبك. فكرة مالته شنو شباب؟ تقدر تشغل هذه المروحة، بمجرد ما اشتغلت هذه المروحة راح تبدي تدخل لك هواء ويداور داخل الحاضنة كلها. بالنتيجة ايش صار عندك قلبي؟ صارت عندك حاضنة صيفية تنسى الأفراخ بداخلها، لا تشيل هم انه راح تصير بها احتباس حراري، أكسجين ما يطوب، يختنقون الأفراخ من الحر. لا قلبي، مفتوحة مروحة بالجهة المقابلها، شغلة مرتبة، لوز اللوز. جوك بارد، شتاء، تجي تسد الباب مالتك، طفلت، ترجع تشتغل الهيترات طبيعي. طبعا بالمناسبة قبل لا انسى، الارضية هذا مشبك، جوا ارضية بلاستيك، تمام. هذه ما التحضين، اول اسبوع تخليه عند الافراخ لا تنزل رجلها وراها، تقدر تشيلها طبيعي، يبقون على هذه الارضية البلاستيك. اتمنى الموضوع صار واضح، ولو الجوارين دا يشتغلون وعالق الوضعية، بس اتمنى الموضوع صار واضح بالنسبة لكم. هذه نموذج الحاضنات اللي راح نشتغلها ان شاء الله من هنا وجاي، كلها على هذا السيستم. يعني حتى اذا كانت بابين، العفو طابقين، راح تجي بها باب كبيرة اذا كانت طابقين، واذا كانت ثلاث طوابق نفس الترتيب، راح تجيك باب جانبية تفتحها يطلع لك مشبك. اي سؤال او استفسار تقدرون تتركوا لي بالتعليقات او تراسلوني على رقم الواتساب. شكرا للمتابعة والى اللقاء.